دلوقتي الداتا بروبرتي بتاعتنا دي بقى جواها اري اوف بوستس، عايزين بقى نظهر الكلام ده، فعايزين نعمل الفيو. فالفيو ده بنعمله فين؟ في التمبلت اللي هو فايل الاتش تي ام ال. هنقول له ان انا دلوقتي بقى عندي داتا، انا عايز اشوف شكلها كده في السريع، فهعمل لها جيسون عشان نشوف شكل الداتا هيبقى عامل ازاي. فهنروح على الراوت بتاعنا اللي هو بوستس، ولكن هيبقى عندي مشكلة صغيرة قوي ان انا هنا بستخدم، لو دخلنا على الكومبلنت هتلاقي ان انا بستخدم ال HTTP كلاينت من غير ما استخدم ال HTTP موديول بروفايدر. فكل اللي انا هعمله ان هروح على الاب كومبلنت، الاب كونفيج، شايفين البروفايدرز دي، هقوم مزود عليها البروفايد HTTP كلاينت، هو اوتوماتيك هيمبورتها من الانجولار كومن HTTP. بس كده بقى ايه هيظبطها لي، بس انا عايز ادي بصه عشان تبقى فاميليار مع الايرورز اللي بتحصل لو انا عملت لها كومنت هنا. عايزين نشوف الايرور اللي هيظهر هيبقى عامل ازاي. ندخل على بوستس، هلاقي ان اداني ايرور هنا بيقول لي نال انجكتور ايرور. اول ما تلاقي نال انجكتور ايرور اعرف ان في بروفايدر مش موجود، او في سيرفيس انت بتستخدمها بس مش بتبروفايد السيرفيس دي، او مش بتامبورت الموديول اللي السيرفيس ده بتشتغل جواه. فعندي حاجه من الاثنين، يا اما هامبورت الموديول، يا اما اريح دماغي واروح في الاب كونفيجريشن واقوم مزود له الحته دي اللي هي بروفايد اتش تي بي كلاينت. دي حته هتبقى ثابته كده، خدها كوبي بيست في كل المشاريع بتاعتك، عشان كده كده انت هتستخدم الاتش تي بي كلاينت. احنا كده صلحنا الايرور ده، تعالوا بقى ندخل نريفرش وندخل على البوستس. هنلاقي ان هو ادانا الاري اوف اوبجكتس. طبعا احنا مش هنظهر البوستس بالمنظر ده، ولكن انا عايز ادي بصه بس ان الداتا بتاعتنا ظهرت زي ما انا عايز، ظهرت اري اوف اوبجكت. انا عايز بقى دلوقتي اعمل اتريشن على الاري دي واخد كل اوبجكت احوله لبوست.